تخيل أنك تعيش في منزل في ناطحة سحاب كهذه تغير شكلها باستمرار، كل طابق يدور على نفسه، فتتغير المناظر في الخارج وفقا لمزاجك، وما عليك إلا التفوه فقط بكلمات للتحكم في الدوران عبر جهاز كمبيوتر. الطوابق تبدو وكأنها حلقات معلقة على أساس ثابت، ومن يملك شقة هنا بإمكانه وضع سيارته أمامها، فهذا البرج مزود بمصاعد للسيارات، ومن المتوقع أن يولد الكهرباء بواسطة ألواح شمسية وتوربينات لتوليد الطاقة من الرياح مجهزة في وضع أفقي بين كل طابق وآخر. أحدث ابتكارات العمارة الحديثة ستجدها في موسكو ودبي بحلول عام 2010. المبنى سيكون من 80 طابقا في دبي و70 في موسكو وبارتفاع 400 متر. البرج الديناميكي يغير شكله، يمكنك تغيير الشكل كما تريد وكل دقيقة. إنه ليس مبنى يبقى على ما هو عليه منذ لحظة بنائه، ولكنه آلة للحياة وعملية البناء ستتم في مصنع. صناعة المستقبل ستكون في منشآت صناعية. 80 اختصاصيا هو العدد المطلوب لبناء مثل هذا البرج في 20 شهرا وبكلفة 700 مليون دولار. أصغر شقة هنا ثمنها 4 ملايين دولار وأكبرها نحو 39 مليون دولار فقط. نورما الحاج، بي بي سي.